هناك الحقيقة سؤال آخر وهو طويل يا شيخ، نختصره. يسأل فيه السائل ويقول: حديث يزيد الرقاش عن أنس الذي يشير فيه الشيخ صالح إلى أن جبريل أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه الرسول أن يصف جهنم، وأخبره فيما معناه بأنه أوقد عليها 1000 سنة، ثم أشار إلى صفات جهنم. وفي معرض ما قال: لو أن خرم إبرة فتح منها لاحترق أهل الأرض. والله ما أعرف هذا أنا ولا أدري عنه. نعم.